خلينا ننتقل سريعا لاخبار المحافظات اللي شهدت اخبار كتير. في البحر الاحمر استقبل مطار مرسى علم 22 رحله طيران دوليه، اما في اسيوط فقد ارتفع توريد القمح الى 194 الف طن للشوان والصوامع ومراكز التجميع بالمحافظة. كمان في قنا تم الكشف الطبي على 24908 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة، وفي جامعة قناة السويس تم إطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة. تفاصيل أكثر عن أخبار المحافظات متابعة. محافظات مصر شهدت أخبار كتيرة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 22 رحلة طيران دولية من بين 145 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في قنا نظمت مديرية الصحة 25 قافلة طبية مجانية خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 24908 مواطن فضلاً عن صرف العلاج بالمجان وتحويل 38 مريض للمستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 32 مواطن وإجراء فحوصات معملية ل 1674 حالة وإجراء 329 أشعة تشخيصية، وده ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. محافظة أسيوط أكدت أيضاً على استمرار أعمال توريد محصول القمح ل 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف القرى والمراكز حتى نهاية أغسطس 2024 أو انتهاء أعمال التوريد، وتم ارتفاع إجمالي توريد محصول القمح ل 194 ألف طن حتى الآن وفقاً للمواصفات والضوابط الموضوعة. مديرية الطب البيطري بالبحيرة قامت بتحصين 28615 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرضي الحمى القلعية والوادي المتصدع اللي انطلقت السبت من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وأهبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة، وهي مدة لن تتجاوز 4 ساعات متواصلة هي ساعات الانقطاع. جامعة قناة السويس أعلنت انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس اليوم الاثنين اللي بينظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة. بيهدف البرنامج لدعم الطلاب وباحثي الجامعات المصرية اللي بيمتلكوا أفكار ابتكارية ويرغبون في تطويرها لنموذج عمل حقيقي وإنشاء شركات ناشئة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف على 1810 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية بقرية ميد دمسيس التابعة لمركز أجا، وضمت القافلة 11 عيادة متنوعة ووفرت العلاج للمرضى بالمجان.